السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحد دائم يتكلم باسم المواطن، يتكلم على الوزراء الفاشلين، ويتكلم على وزير الإسكان، ويتكلم على البنك العقاري، ويتكلم على بنك الراجحي وبنك الرياض وجميع البنوك، ويقول أنتم يا الوزراء فاشلين، وأنتم توعدونا بالسكن ولا تسكنونا، وأنتم توعدونا بقروض ولا تعطونا، وأنتم أكلتم مصالح البلد، وأنتم تجمعون الهوامير وتأخذون رايهم، ولا تجمعونا احنا ضعيفين وتأخذون راينا. أنا بعرف من هو الشخص هذا اللي تفلسف الفلسفة هذه الفاضي اللي ما عنده الشغل، وبعرف ليش ما تمسك المباحث، وين دورها؟ ليش ما تمسك الكلب ذا وتجرب لسانه وتدخل السجن؟ هل اللي بلبل ماله لا جمل ولا ناقه غير يسمم الناس ويسمم العقليات، وهو ما هو فاهم الواقع، ولا هو فاهم الصح، ولا هو فاهم التكاليف، ولا هو فاهم الاول، ولا هو فاهم الاهم، ولا هو فاهم المهم، ولا يدري وين مدردح راسه، بس ياكل من القرص لان يمتلي بطنه، ثم لحق كاسه شاي، ثم استدنى للجوال وقام يسجل. وزير الاسكان ما اكلنا، وزير الاسكان ما يعطينا، وزير الاسكان ما يعدل، وزير الاسكان ما هو صادق، الدوله تسبك في الاراضي ولا تعطينا، هو ايش دخل؟ هو ما له لا جمل ولا ناقه في المواضيع دي. انسان انه راجل صحيح يبي خدمه الاسلام والمسلمين يقرب لسانه ويقطع ويخشى ولا يقوم يبلبل كذي مثل التيس، يبلبل وسط المواطنين ويشممهم، هذا اكل وهذا سرق وهذا اشتغل وهذا ما ادري ايش سوى وهذا فاشل وهذا ناجح. ما انت مسؤول على الفاشل ولا مسؤول عن الناجح ولا مسؤول عن المستقيم ولا مسؤول عن المعوج ولا مسؤول عن الصادق ولا مسؤول عن الكذوب، وانت بنفسك كذوب اصلا، انت ما تعرف الحقائق ولا تعرف ظروف الدوله ولا تعرف ظروف الماليه ولا تعرف ظروف اداره الاسكان ولا تعرف اي ظروف. اشلقي اطوق، مالك لا مذهب ولا مله، ما غير تطل لسانك على كيفك، لوقي انت لوقي. هذه امور مضبوطه في منتهى الدقه وفي منتهى الاستقامه وفي منتهى المحافظه، وهم قاضبينها رياجيل عقلياتهم سليمة وتعليمهم سليم وامانتهم سليمة وثقتهم سليمة والمواطنين واثقين فيهم. وش اللي يخليك تلوث سمعتهم يا المروح وتجي تنقلق وسطهم، تصير وسطهم مثل السوسة وسط الضرس؟ ليش تكلم الكلام هذا؟ انسان انك صارت مخلص ولا ما تكتب النقاط الغلط واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وتحطهم في معروف، وتكتب النقاط المستقيمة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وتحطهم في معروض ثاني، وتروح وتقدم فيه على المقام السامي وتقول يا جماعة وزير الاسكان وزير البنك العقاري وزير ما ادري وشو اغلطوا في كذا واخطوا في كذا واخطوا في كذا واخطوا في كذا واخطوا في كذا، والصواب كذا وكذا 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 وكذا، هذه الحلول، وتخلى الناس تنظر لك بعين الاعتبار، وتخلى الناس تدرس ارائك وتاكد من صحتها، وتخلى الناس تشكرك وتثني عليك، وتخلى الناس تدعي لك، الضعفاء يدعون لك. اما تسلم من غير تلاقي وتنابح في هالجوالات، لا لك لا مذهب ولا ذنب ولا راس ولا قيمه، انت سلوقي سلوقي. وانا اتوقع لغتك لغه عنزي، وللاسف الشديد العنوز شريفين ونزيهين وبريئين منك، انت يا الوسخ، انت تلوث السمعه يا قذر يا وقح يا ذبابه يا مخنز يا دجاجه، لا تتكلم كذي. وان كانك صاد شريف اللي اجي تتكلم، اكتب اسمك رباعي، اذكر اسمك رباعي واذكر عنوانك واذكر رقم جوالك يا المروح. انت يا الله لا يعقل هالوجه، مستغنين عنك المواطنين والضعفاء، ولا انا بالك فود ولا انا بالك تحاميلنا، احنا مستغنين ومغنينا ربي، وواثقين في مسؤولينا ومسؤوليننا ما يسوون لنا الا الشيء الصح، ولا صار عندهم مقدره ما يبخلون عنا، يعطونا قايل قمهم بدون افواههم يا المروح. انت السلوقي، انت السلوقي اللي مالك مذهب، انت الظاهر انك سلوقي، تبي تنشط علينا داعش واشكالها وترشط علينا الشيعه واشكالها، اخس واربض واقطع ولا تكلم. وكان فيك دين وفيك صلاه، صلي مع المسلمين في المسجد وقرا القران واقطع واخس، ولا تكلم لا تتكلم من عنب وذا الوجه وجه وجه، الله ياخذ المباحث اللي ما مسكتك وحطتك في مظلمات السجون يا المروح.